ساعات طويلة وشاقة من العمل والمحاولة المرة تلو الأخرى لم يكل فيها عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر الذين شحذوا هممهم لإنقاذ المواطن الطرابلسي ميم لاذقاني سائق جبالة الباتون التي تدهورت به لتستقر في واد ينخفض 10 أمتار عن الطريق في بلدة فتقة قضاء كسروان. السائق المحتجز بين المقود والسقف الذي أطبق بقبضته الفولاذية عليه ظل يستجيب للمسعفين ولم يكف عن الأنين طوال 5 ساعات لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة وتواصلت الجهود الحثيثة لانتشال جثته بعدما حاول المنقذون بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية إبعاد أطراف المقصورة الحديدية التي كانت تطبق عليه. هذا الحادث عاد ليسلط الضوء على سلامة الطرق خصوصا أن الجبالة كانت متوقفة إلى جانب الطريق التي انهارت بسبب ثقل حمولتها وعدم وجود حائط دعم يحميها. ومع بداية لحظات انزلاقها حاول السائق وفق شهود عيان القفز منها للنجاة لكن من دون جدوى بسبب سرعة انزلاقها وتدهورها من العلو الشاهق للوادي حيث استقرت.